المشروع الأولي للجنة الفنية كان هناك رؤية وهناك فلسفة في اتجاه إرساء سلطة قضائية مستقلة، لكن للأسف في المشروع الأخير اللي نشرته وزارة العدل فيه نجم نقوله انحراف كامل عن المسار الاستقلالي للسلطة القضائية، وفيها معناها خلق للدستور. هذا الخلق يبدأ منذ الفصل الأول، لأنه في الفصل الأول من المشروع الأولي للجنة الفنية كان ينص بكل وضوح على أن المجلس الأعلى للقضاء يمثل السلطة القضائية، وأن هذه السلطة القضائية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، ولها سلطة ترتيبية في مجال اختصاصها. الفصل الأول اللي كل المختصين في القانون يعرفوا أنه عنوان النصوص هي تبدأ في فصولها الأولى، لأنه الفصل الأول هو يعطيك الرؤية والتوجه إما نحو سلطة قضائية مستقلة أو نحو سلطة قضائية غير مستقلة أو سلطة قضائية غير مكتملة الاستقلالية. الفصل الأول اللي جاء في مشروع المجلس الأعلى للقضاء الأخير يصف هذا المجلس بأنه هيئة دستورية، في حين أنه إحنا في باب الدستور خصص بابا كامل للهيئات الدستورية والمجلس. هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه. هذا مخالف للدستور، لأن المجلس الأعلى للقضاء ليس هيئة دستورية، وهذا تراجع خطير. يقولوا له يتمتع بالشخصية القانونية، أي سوينا بينه وبين المؤسسات العمومية، كأنه مثلا كما يقولوا احنا شركة ستاج أو شركة السونات، في حين أن المجلس الأعلى للقضاء هو أحد فروع سلطة الدولة الثلاث،